السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في هذا الفيديو بغيت نبدأ لا ميزا جور في المود دي كونكتي، ولكن قبل غنحاول أننا نديرو لا ريشيرش بطريقة عادية، ومن بعد غادي نصوبو دي ميثود اللي غادي نبقاو نعيطو ليهم، وضروري أننا نبداو بهاد تي بي حيت هو اللي غيأثر لينا على هادوك لا ميزا جور اللي غادي نديرو في الفيديوهات اللي جايين. أنا غنقسم هاد لابارتي المجموعة ديال الفيديوهات باش كل واحد يدخل الفيديو اللي يعني عنده فيه المشكل، لابارتي اللي عنده فيه المشكل. مشكل يدخل الفيديو اللي فيها لا بروبوزيسيون ديال سوليسيون ديالها. دونك ديجا غادي نتبازا على هذا لو فورمولير اللي قدامكم، اللي هو فورمولير عادي فيه لي زون دو تيكست مع لي بوتون كلاسيك لاي واحد غادي ضروري يعرف يعني يلقاهم في اي تمرين، اللي هما الغوشيرشي الاجوتي الموديفي والسوبريمي، ومن بعد نديرو حتى لي بوتون دو نافيغاسيون. حنا خدامين بواحد لا طابل في باز دوني اللي فيها 6 ديال المعلومات، دونك هنا احتاجيت 6 ديال لي لابيل مع 6 ديال لي زون دو تيكست، ودرت لي بوتون جولي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديماريو بهذيك ريشيرشي. دونك لوبجيكتيف عندنا اننا نصاوبو لو بوتون ريشيرشي، سي تادير كو ليتيزاتور فاش يكتب شي سي اي ان وكيكليكي على ريشيرشي كيتافيشي عليه هذيك لا بيرسون، اولا حنا عندنا لا كلاس سميتها بروبريتير، لا طابل سميتها بروبريتير، كيتافيشي عليه هذاك لو بروبريتير اللي عنده هذيك السي اي ان. فوالا، دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال الفيديو. نبداو ان شاء الله. اول حاجه غادي نخدمو بالكلاس اس كيو ال كونيكسيون والكوموند والداتا ادابتر كما خدمنا في الفيديو السابق، اول فيديو ديال الرومبليساج ديال ليست فيو والداتا غريد فيو. غنمشي لو بوتون ريشيرشي، عندي كلاري فيه دابا الداتا سيت ديالي عادي على اساس انا خدامه غير هو بوحدو، من بعد راني غنعطي الطريقه العامه في لافان ديال الفيديو ان شاء الله. دونك من وراه غادي الداتا سيت ملي ديكلاريتها غادي نستخدم الكونيكسيون باش نفتح لا كونيكسيون، مع العلم ان هاد لا بارتي هادي لي فاكولتاتيف نقدروا ما نحلوش كاع لا كونيكسيون، وفين راه اون فوا ما كتلقاهاش لا كونيكسيون اوفرت راه كتفتحها مي نقدروا نديروها. دونك من بعد غنديروا الفيل، لا ميثود فيل ديال داتا ادابتر هي اللي كتعمر ليا الداتا سيت بواحد داكشي اللي عندي في لا كوموند. انا عندي الكوموند هي سيليكت اتوال فروم بروبريتير، دونك غادي نحط نصاوب واحد لا طابل سميتها بروبريتير في الداتا سيت. فوالا، دونك هادشي هو الغومبليساج ديال داتا سيت، انا هزيتو حطيتو في ليفينمون لود حيت هو ما عندوش علاقه مع لا ريشيرش، دونك يعني في الله تفتح لينا لا باج في اللود غادي تعمر الداتا سيت. ابخي بالنسبه للريشيرشي غادي تقلب في وسط الداتا سيت، دونك داتا سيت خرجتها على برا باش تعرف ليا جميع لو فورمولير ما خليتهاش في اللود، ومشيت بالنسبه للريشيرشي غادي نبوكلي في وسط لي زيليمون اللي كاينين عندي في التيبلز اللي سميتها بروبريتير الزيليمون يعني السطور ديالها اللي سميتهم روز. دونك هنا البوكل غتمشي حتى لاخر سطر اللي هو الكونس موانزا، وغادي نبقى كندير لا ريشيرش ديالي بالاف. غناخد لي ليل اللي هما روز، غندير روز اي يعني السطر اللي انا فيه، والزيرو يعني اول معلومه اللي هي سي اي ان هي اللي بغينا نديرو بها لا ريشيرش. غنشوفوها واش تساوي داكشي اللي كتب لينا لوتيليزاتور في الزون دو تيكست، دونك نقولوا لها واش تساوي تيكست بوكس 1.txt. هنا غيخرج لينا بروبليم ديال الكاست، غادي نديرو الروز اي 0 غنعطيوها تو سترينغ باش تحول لينا شين دو كاركتر من بعد. غادي نديكلاري واحد لا فاريابل بوزيسيون فين غنخبي النمره ديال هذاك السطر اللي بغيت، وان فوا كنلقى البوزيسيون يعني الا لقيت انايا هذاك السطر اللي بغيت غناخد بوز نحط فيها اي ونخرج من البوكل دو ريشيرش، يعني ندير بريك ضروري هذيك بريك باش تمينيميزي لو طون دو ريشيرش. دونك اون فوا كنلقى البوزيسيون ديال داكشي اللي كنقلب عليه كندير بريك بوغ اغيتي، وغادي نخرج من لابوكل كامله. عاد ديك الساعه غندوز للمرحله ديال لافيشاج. اذا لابوكل هي لا ريشيرش، ولافيشاج حنا عادي غادي نديرو تيكست بوكس 2.txt نحطو فيه لي زيليمون ديالنا، دونك اللي غنجيبوهم من روز. هاد المره غنديرو روز بوز يعني السطر بالضبط ديال السيد اللي قلبنا عليه ولقيناه، ونديرو لي زانديس ديال المعلومات الواحد يعني نو جوج برينو اكسيتيرا، دونك كوبي كولي باش نعمرو لي زوتر انفورماسيون، وغادي نشونجيو السميات ديالهم، والبوزيسيون غتبقى نفسها حيت انا في نفس السطر، والنمره الاخرى غتبدل على حساب نون برينون اكسيتيرا حتى تنساليو. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا ريشيرش. لا
غادي نمشيو نجربو الفورمولير ديالنا واش خدام، ونحاولوا اننا من بين يعني نحاولوا نعطيو طريقه احسن باستخدام لي فونكس. دونك ها هي كما كتشوفوا خدامه مزيان. هنا دابا نقولوا بالنسبه للبوز، الى لقينا ديفيرون ديال ناقص واحد عاد تيافيشي لينا باش نذكروا في الحاله سحسي اني اكزيست با، حيت قبل كانوا الا ما كانش ما كيبين لينا والو. دابا انا زدت هنا هذه الحاله، قلت الا كانت بوز ديفيرون ديال ناقص واحد راه ما غيكون نيكزيست با، وانا هذيك ناقص واحد راه هي باش انيسياليزيت في الاول. اي رقم تقدروا تانيسياليزيو به غير ما يكونش صفر حتى الكونت موانزا. فوالا دونك هذا كاين الا درت 10 هذا غيقول لي نيكزيست با. فوالا دونك لا ريغيرش مزيانه، غنحاولوا اننا نديروها بطريقه احسن، وهذه الطريقه غادي تنفعنا في لي بوطون اخرين. دونك غادي نمشيو نديرو واحد لا فونكسيون اللي غادي نسميوها ريغيرشي، وفونكسيون واحده اخرى اللي غنسميوها افيشي، لان كما شفتوا في لو بوطون درنا جوج العمليات، لا ريغيرش اللي هي لا بوكل ولا فيشاج. دونك غنهز الجزء ديال لا ريغيرش غنحطوه في هذيك لا ميثود اللي صاوب سميتها ريغيرشي، وغنقولوا انها تروتورني ليا لا بوزيسيون. دونك بوزيسيون انيسياليزيا بناقص واحد، وكتاخذ الاي الى لقات. هنا فاش غنجي ندير ليها لابيل في لو بوطون ايوا نبقى خدام ببوزيسيون، غنخدم بروشيرشي، نقدر كاع نديكلاري واحد لا فاريابل دو تيب انت نحط فيها النتيجه اللي غتعطيني روشيرشي ونعاودها. دونك هنا هذاك الشيء اللي غادي ندير باش ما نبقاش نعاود في ديك روشيرشي على شاك فوا. دونك انا روشيرشي النتيجه ديالها سميتها بوز، وخليت نفس الكود اللي كان عندي قبل. Voilà, c'est tout simplement ça. Très bien. Aussi, avec la partie de l'affichage, on va faire la fonction. Donc, on va créer la méthode qui s'appelle afficher. Ou il va être void. Ou il va prendre le numéro de ce qui va être affiché. Ou on va prendre la partie qui va être affichée. Voilà. لو بوطون غيبقى غير غنعيطو لافيشي نعطيوه البوز اللي هي النتيجه ديال الغوشيرش. اذا لو بوطون ولا غير عباره على ابل ديال جوج لي ميثود، وغنشوفو بانه غيخدم مزيان، وهذا الشيء غيسهل علينا لي بوطون الاخرين اللي غنشوفوهم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله.